أمن أسيوط ينجح في تحرير أم وأولادها الأربعة من خاطفهم قبل دفع فدية 1,000,000 جنيه. خبر بيقول نجحت جهود رجال البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط في أقل من 24 ساعة في استعادة أم وأولادها الأربعة بعد اختفائهم في ظروف غامضة، وهم من قرية عرب الشيخ عون الله التابعة لمركز القوسية في محافظة أسيوط، حيث تعرضت الأم وأبنائها الأربعة للخطف من مجهولين واقتادوهم إلى مسكن في منطقة القوسية وطلبوا فدية قدرها 1,000,000 جنيه، ولكن قوات الأمن نجحت في إحباط مخططهم الإجرامي وتم القبض على الخاطفين وتحرير الأم وأطفالها، وتحرر محضر بالواقع وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وقال عبد المحسن عبد الله سالم والد الأم وجد الأبناء في تصريح خاص إن هو بيشتغل مدير مدرسة وكان بيعلم بخط سير بنته وأولادها. بنته اسمها شيماء من قرية عرب الشيخ عون الله بالقوسية لمدينة أسيوط مع أبنائها لإجراء كشف عند أحد الأطباء صباح يوم الأربعاء الماضي، والساعة الواحدة ظهرا تم إغلاق الهواتف المحمولة مع ابنته شيماء وأحفاده، حيث كان يوجد معهم 3 هواتف محمولة. وأكد عبد المحسن عبد الله إنه حرر محضر بالواقعة لاختفاء بنته وأحفاده الأربعة، وعلى الفور طبعا قوات الأمن مشكورة تحركت والحمد لله إنها قبضت على الجناه. والأم اسمها الشيماء عبد المحسن عبد الله سالم 35 سنة ربة منزل، وأبنائها مها مصطفى يونس 15 سنة، ومحمد مصطفى يونس 10 سنين، وشذا مصطفى يونس 8 سنين، ومصعب مصطفى يونس 4 سنين. حيث ذهبت الأسرة كلها عشان تعمل كشف طبي عند أحد الأطباء في مدينة أسيوط يوم الأربع، واختفوا في ظروف غامضة. طبعا الأهالي قدموا صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليهم، وتحرر المحضر الرسمي بذلك، والحمد لله تم ضبط التشكيل العصابي المتورط في اختفاء الأسرة وحرروا محضر بالواقعة، والحمد لله على سلامتهم.